احنا في اختتام بطولة كاس زاد لكرة القدم. الكاس ده هو لتحت 13 سنة. النوادي الكبيرة، مجموعة من النوادي الكبيرة من أنحاء العالم هيلعبوا النهاردة في مدينة الشيخ زايد عندنا هنا في مصر. البطولة ما هي موجودة عندنا هنا في مصر على الملعب اللي أنا واقف عليه ده، هو ملعب معتمد من الفيفا. دي البطولة في نسختها الأولى. تعالوا سوا نشوف مين اللي هيكسب. كرة القدم بالذات عارفين ان هي علشان تنمو يبقى احنا نتعاون مع القطاع الخاص في مجال اكتشاف الموهبة او في مجال ان احنا نعمل الاكاديميات، واكيد ده بنتعاون ايضا ما بين الوزارة وكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. النهاردة يمكن نموذج اخر، نموذج موجود في اولا منشآت جديدة وملاعب جديدة، كمان ان يتم استخدام هذه الاعمار ويكون في بطوله عالميه موجوده في مجال كره القدم. بنكتشف مواهب، فرق موجوده، بيحصل احتكاك. علشان كده يمكن الوزاره احنا دايما لما بيعرض علينا مثل هذه الاعمال بنكون داعمينه بشكل قوي جدا. شوف، هي الفكره جت بعد البطوله الافريقيه، واحنا شفنا ازاي نظمنا بطوله على اعلى مستوى، فجت الفكره ان احنا لازم نرجع لورا نجيب الاجيال اللي هي الناشئين دي ونصرف عليها ونوضبها وندربها ونديها فرص الاحتكاك. يعني بيحصل النهارده الولاد مش مصدقين انه جاي لاعب فالنسيا ومارسيليا وبتاع، بيسمع عنهم بس في التلفزيونات، فهو لابس التيشيرت بتاع مصر وبيلعبهم، بقى حاسس ان هو بقت حاجه كبيره قوي. المكان زي ما انت شايفت جاهز للبطوله دي، هنكررها في السنه اكتر من مره، كل ما يبقى فيه فسحه من الوقت هنعملها. املنا طبعا ان كمان 4-5 سنين نكون طلعنا فريق جديد. حضرتك ممكن تقول لنا ايه اللي استفدتوه من البطوله؟ والله الاحتكاك مع اللاعبين الفرق الاخرى، يعني الفرق العالميه، فالنسيا، ميرسي، يعني اولادنا اكيد يحتكوا بالاولاد هذم، يقدموا في المستوى ويتقدموا ان شاء الله. انت ايه اكتر حاجه استفدتها في التجربه دي؟ الخبره والتعرف على جمعيات مثل فالنسيا، وانا شخصيا اتطورت يعني وعرفت ألعب زيهم، فلما أجي أسافر برا أعرف ألعب زيهم ونلعبهم ماتش كويس. التنظيم كان جيدا جدا، بداية من الفنادق للملاعب والضيافة، كل شيء تم على أكمل وجه. في رياضة كرة القدم يجب الاهتمام باللاعبين في سن مبكرة، وما فعله نادي زد لا يصدق وجيد جدا، ويجب على الحكومة ووزارة الشباب أن تدعمهم، لأننا نتحدث عن مستقبل إفريقيا هنا. كل حضر كله بيشيد بالبطولة وبالتنظيم، وحتى الفرق نفسها المنافسة مبسوطين جدا، وهم نفسهم اللي طلبوا مننا أن احنا نكررها تاني السنة الجاية، وإحنا كده كده كان في نيتنا أن احنا نكرر. شكر كبير للفريق بكل أعضائه وأيضا القائمين على البطولة التي نظمت بشكل جيد جدا، ولكن اللاعبين أيضا قبلوا بلاء حسنا. هل استمتعتم بالبطولة هنا؟ نعم، البطولة كانت جيدة جدا. مبروك لأوتريخت، هي الفرقة الفايزة من هولندا، وإحنا مصر طلعت في المركز الخامس. بس بجد بقى البطولة دي هي اللي فعلا يتقال فيها إن كل اللعيبة فايزين، لأن في السن ده التجربة نفسها مهمة جدا، بيجربوا ملعب جديد، بيجربوا ناس جديدة، بيشوفوا الناس الفرق التانية بتلعب إزاي، ده هيخلي تجربتهم بعد كده ويخلي مستقبلهم الكروي أفضل بكتير. دي البطولة في نسختها الأولى. في النسخة القادمة أنا متأكدة إن الفرقة المصرية هتكون اتعلمت وبقت أفضل بكتير. أنا دينا بالفضل الجندي، وهي دي الحكاية مع عمرو أديب، MBC مصر.